السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح أحكي عن موضوع اللي حابب يعمل حساب على جوجل أدسنس. كل مين حابب يعمل حساب على جوجل أدسنس يتفرج على هذا الفيديو ويشوف التفاصيل وكيف حيصير الموضوع حتى عن طريق الموبايل، تمام؟ فهلأ رح نبلش وورجيكم كيف الطريقة، وهي الطريقة كتير ممتازة وسهلة ومجربة، وأنا فعلت الادسس عندي بهي الطريقة، يعني طريقة مجربة ولا حدا يقول لي انه اشتغلت عندي ولا ما اشتغلت عندي، لانه في فيديوهات بينزلها احيانا الواحد بيعرض فيها شغلات بتعلق الناس انه ما اشتغل عندي، بفكروا انه الطريقة غلط، وهي الطريقة صح بتكون مجربة يعني، تمام؟ فهي الطريقة مجربة وانا مجربها وانا فعلت الادسس بهي الطريقة، تمام؟ هلا راح اشرح لكم الطريقة. من فضلكم اللي عم يشوف فيديو جديد اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو، بتشكركم. يلا خلينا نبلش. تمام، هلا اول شغلة راح نساويها لازم نفوت على جوجل، تمام؟ بس تفوت على جوجل تفتح على جوجل وبتكتب على هي الكلمة، تكتب اد موب، شايفينها هي الكلمة ليك، تكتب اد موب. بس تكتب هاي الكلمة تعمل بحث بيطلع لك البحث تبع جوجل، بتحط على اول خيار اللي هو جوجل اد موب موبيل ابس، تمام؟ بتحط عليها هاي بالانجليزي، بس رح احط لكم واحدة بالعربي هلا كيف بتكون، تمام؟ عشان اللي كمان عم يشوفون بالعربي يشوفوا شو الترتيب، تمام؟ بس تفوت على هاي اول خيار تكبس عليها هون، بعد ما تكبس عليها بينقلك فورا على هاي الصفحة، تمام؟ بس نقلك على هاي الصفحة شو لازم تساوي انت هون بقى؟ تكبس على كلمة اشترك الآن، تمام؟ شايفين هاي الكلمة بتكتب عليها اشترك الآن، بس تكبس عليها لهي بينقلك على هاي الصفحة الثانية، بينقلك لهون، هون عم يقول لك حط ايميلك، تمام؟ اللي انت بدك تعمله على الادسنس، شو هو الايميل بدك تعمله، بتحط ايميلك هون، تمام؟ بعدين بتعطيه نيكس، بيقلبك كمان على صفحة تانية بيقول لك حط الباسورد، بتحط الباسورد، تمام؟ بس تعطيه نيكس، تحط الايميل وتحط الباسورد، بينقلك بعدين على هاي الصفحة، بس نقلك على هاي الصفحة هون، هون عم يقول لك انه مثل ما عم تقروا هون انه يستخدم ادسنس موب برنامج كذا لارسال الدفعات وللاعلانات والقصص كلياتها، هي كلها مكتوبه هون، تمام؟ نحن شو لازم نساوي هون؟ لازم نحط على اول وحده هون تحديد البلد، تكبس عليها وتحطوا البلد اللي انتم موجودين فيها، تمام؟ عنا الخيار اللي بعده حاطين لك تحديد المنطقه الزمنيه، بتحطوا المنطقه الزمنيه اللي انتم فيها، طبعا بتلاقوها دغري انتم بس تحطوا البلد، تمام؟ لنفترض سوريا، مصر، لبنان، عمان، الكويت، ما بعرف اللي هو، بتحطوا البلد تحت وقت يقول لك المنطقة الزمنية بتكبس عليها بتلاقي أول وحدة، أول خيار اللي هو توقيت البلد اللي أنت فيه، تمام؟ عنا الخيار الثالث اللي هو تحديد العملة، شو العملة اللي أنت بتتعامل فيها واللي بدك يتحول لك فيها، تمام؟ تكبس على هدول، بعدين بتلاقي بتنزل لتحت هيك بتلاقي حاطين لك هون الشروط تبع جوجل ادسنس، تمام؟ تقرا الشروط انت، ما في داعي كمان تقراها، بتحط على انه تحت هون لقد قرأت الاحكام والشروط والقصص كلياتها، هاي بتحط عليها اشاره صح، تمام؟ وبتعطيه شو؟ بتعطيه متابعه، بتعطيه هاي الكلمه اللي هي تحت انشاء حساب ادمو، بس تكبس عليها هي بينقلك على هي الصفحة. هون عم يقول لك مثل ما عم تقروا شايفين هون انتو انه لقد انشأت حساب اد موبس اللي هو جوجل اد موبس، تمام؟ بنجاح وامورك بخير وكله تمام. انت شو بتساوي هون؟ هي الخطوات اللي حاطين لك اياها هون، نعم ولا، بتحط عليهم كلهم اشارة نعم، تمام؟ بعدين بتعطيه متابعة الى اد موب، تمام؟ بس تعطيه متابعة بينقلك على هي الصفحة الثانية،
بتطلع لك هي الصفحة. هون عم يقول لك انه خلاص تم انشاء الحساب تبع الاد موب وامورك بخير وكله تمام وعلى 24 تمام. هلا بعد ما عملنا هذا الحساب ومشي حاله وتفعله 24 وكله تمام، شو بنساوي؟ بنفوت على جوجل بنرجع تمام، وبنكتب جوجل ادسنس تمام، نكتبها بالعربي، فينا نكتبها مثل ما مكتوب هون شايفين جوجل ادسنس، وبس تكتب على جوجل هاي الكلمة بيطلع لك هيك، بتكبس على جوجل ادسنس اللي هي هي تاني واحدة تمام، تكبس عليها، بس تكبس عليها بيقلبك على هاي الصفحة، فبيقلبك على هاي الصفحة. بس يقلبك على هاي الصفحة هون حاطط لك انه سهولة انشاء الاعلانات والقصص هاي والقصص كلياتها، بتكبس له انت على كلمة بدء بيمشي الحال تمام، بينقلك بعدين على هاي الصفحة. هلا هون هاي مهمة عنا، هون هاي لازم تنتبهوا لها لانه هاي مهمة عنا. هون هلا شو عم يقول لك؟ انه تفاصيل عنوان الدفع، يعني انت مشان اذا بدهم يندفع لك فلوس والقصص هي كلياتها، فبدهم اول شيء قبل ما تثبت حساب البنك تبعك والقصص هي كلياتها بدهم تفاصيل عنك تمام. فشو بتكتب انت هون؟ اول شيء هون اول شيء بتكتب انه اذا حسابك بدك تعمله فردي او تجاري، بس اللي عنده حساب مثلا فردي بحطه فردي، اللي عنده مثلا حساب تجاري بيكبس انه حساب تجاري تمام. هون حددنا اللي بدنا اياه. يعني عندك تحت مكتوب الاسم والعنوان، بتكتب الاسم كامل، يعني بتكتب هون اسمك كامل مثل ما مكتوب على البطاقة تبع هويتك، شو مكتوب على الهوية بتكتبها هون تمام، نفس الكلمات المكتوبة على الهوية بتكتبها هون. بالإضافة يعني مثلا بتكتب مثلا لنفترض اسمه مثلا محمد، مثلا اسمه محمد بحط محمد، وبحط اسم الأب تمام، وبعد اسم الأب بحط الكنية، بتحطه كله كامل هون تمام. عنا السطر هذا اللي بعده، السطر هذا اللي بعده بتكتب مطرح هون مكتوب سطر العنوان واحد، هون بتحط اسم الشارع يلي انت ساكن فيه، شو اسمه الشارع ورقم الشارع، كل حدا ساكن في عنده اسم شارع وفي عنده رقم شارع، بتحط الاسم والرقم تبع الشارع تمام. هلأ عنا السطر اللي هو رقم 2 بتحط اسم البلد، شو اسم البلد اللي انت موجود فيها تمام. عنا بعدين هون بيقولوا لك انه حط الرمز البريدي تبع المنطقة تبعك، شو هو الرمز البريدي تبع المنطقة تبعك؟ هلأ اللي ما بيعرف شو هو رمز البريدي تبع المنطقة تبعه بإمكانكم تفوتوا على جوجل، مثلا حدا ساكن لنفترض خلينا نقول بدمشق تمام، بتفوت على جوجل بتكتب رمز البريدي لمدينة دمشق تمام، بتفوت بتكبس انه رمز البريدي لمدينة دمشق مثلا، بيعطيك هو بقى بجوجل الرمز البريدي تبع المدينة، تاخذ هذا الرمز وبتحطه هون تمام. وهون عندكم عم يقول لك المدينة، حط اسم المدينة اللي انت فيها، شو اسم المدينة؟ دمشق، قاهرة، عمان، اللي هو حط اسم المدينة اللي انت فيها. وتحت هون بتكتب رقم موبايلك، رقم الموبايل مهم جدا جدا، لازم تكتب رقم الموبايل تمام. بعد ما تعبي هاي المعلومات كلياتها يلي قلت لك عليها، بتكبس على كلمة ارسال، هاي الكلمة شايفينها مكتوب هون ارسال تمام، بس تعطيه ارسال يقوم هو فورا بيقلبك على هاي الصفحة مثل ما كن شايفين عندي هون. هلا مكتوب انه جاري حاليا العمل على اكمال اعداداتك تمام، عندما يستغرق ذلك عاد ما يستغرق ذلك بضعة ايام، ولكنه قد يستغرق في بعض الحالات مدة تصل الى اسبوعين تمام. فممكن انه من 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 خلال يعني اسبوعين وانت راجع بهالفترة انه يبعثوا لك الرمز على الموافقة على ايميلك تمام. هلا انا هون بمحكم انه مثلا انه في اوروبا انه بالمانيا مثلا وقت اللي عملت الطريقة هاي ما في خلال نص ساعة يمكن أو ساعة بعتوا لي رسالة على إيميلي وقالوا لي فيها إنه تم تفعيل حسابك وتم إكمال الإعدادات، بإمكانك استخدام الموضوع هذا كلياته
تمام. انا رح اورجيكم هلا شو الرساله اللي اجتني، وصوركم اياها، شوف كيف اجت الرساله، تمام، مشان تعرفوا كيف التاكيد بيجي على الموضوع. اول ايميل ببعتوا لك اياه بعد ما تعمل هالشغلات اللي قلت لكم عليها، بعتوا لك هذا الايميل، هيك تجي هي الصوره، تمام، انه الامور هلا تمام وتم التسجيل والطلب تبعك انه وصلنا ومش الحال. تستنى، بس طبعا هي مو الموافقة، تمام، هي بس انه انت قدمت الطلب، تمام. هلا الموافقة بتجيك هيك، شوفوا بيبعتوا لكم الرسالة وبيكونوا كاتبين فيها هيك انه اخبار سارة، حسابك اصبح معتمدا الان، انه حسابك خلص تفعل وامورك بخير وكله تمام، تحسن بقى تبلش تستعمل هذا الجوجل ادسنس، تمام. هلا انا بنصح كل الناس تعمل جوجل ادسنس، ليش؟ حتى لو انت لسه مالك مفعل الربح بقناتك او باي موقع انت عامله، تمام. ليش؟ لانه بكره مثلا كل مين عنده قناه على اليوتيوب، انت بكره ان شاء الله كلياتنا رح نحقق النتائج اللي بدنا اياها، بعد ما نحققها رح يطلبوا منا الحساب الجوجل ادسنس، فنحن وقت رح يطلبوا منا هذا الحساب بدنا نعمله على جوجل ادسنس، وبدنا نستنى لتيجي الموافقه من جوجل ادسنس. وفي بلاد عربيه لازم انه يبعثوا لهم بين، لازم يبعثوا لهم رقم سري مشان يتفعل هذا الموضوع، تمام. فليش انا ما اجهز هذا الموضوع وعلى 24 وكله ساوي، تمام، مالي خسران شيء، يعني انا بعمل الحساب هذا مع جوجل ادسنس وبخليه، مالي خسران شيء يعني، بس تتفعل القناه ويقولوا لي انه حط الجوجل ادسنس، بكون انا مجهزه وبكون مظبط الامور على 24. اما وقت اللي بتعمل انت جوجل ادسنس وبتشوف مثلا ممكن مثلا لا سمح الله حدا يصادفه مشاكل انه ما تفعل عندك الجوجل ادسنس، لازم تعمل كذا وكذا، لازم تساوي كذا وكذا، فانت بهي الفتره بتكون انت مجهز امورك ومجهز الحساب وامورك تكون بخير، تمام. هلا بالنسبه لموضوع ربط الادسنس مع قناه اليوتيوب او اي موقع تاني، هذا الموضوع بدي احكي عنه ان شاء الله، بس لحتى ان شاء الله رب العالمين يكرمنا ونحقق الشروط تبع القناة عندي ان شاء الله. لسه لهلا مثل ما كن شايفين العالم ما بعرف ليش عم تبخل علينا، ما بعرف والله، يعني تفوتوا انا تشوفوا عندي مثلا على القناة عندي مشاهدة 9000 مشاهدة بالقناة عندي، ما عندي منهم غير 230 مشترك، ليش العالم عم تعمل معنا هيك ما بعرف، الله المستعان. طيب انا بكون هيك خلصت الفيديو تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات اللي شرحتها، واذا عندكم اي افكار او اي شيء حابين تعرفوا عنه بالنسبه لموضوع البرامج، اي شرح حابين مثلا اشرح عنه كمان اكتبوا لي بالتعليقات، بعمل ان شاء الله الشيء اللي بتطلبوه باذن الله، تمام. بتشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.